Mohammed al-Najjar kam im Jahr 2014 als Flüchtling nach Deutschland. Er musste bei Null anfangen. Heute leitet er eine erfolgreiche Baufirma. Wie hat er das geschafft? أول سنتين بعتقد يعني أوصل الليل بالنهار لحتى قدرت أوصل لهالمرحلة هاي. مع الدراسة كنت عم بشتغل بالباوشتلة يعني بالورشات إني بس أقعد نظف علشان بس فوت بجو العمل وشوف شلون النظام العمل هون بألمانيا شلون عم يمشي عشان بس كون فكرة. Im Jahr 2018 war es dann soweit. Er gründete seine eigene Baufirma. Stammkapital, اللي هو 25000 Euro عشان اقدر افتح الشركة. كان موضوعه كان بالنسبة لي صعب كتير. لكن تيسرت جبت من هون شوي من هون شوي من هون شوي وبلشت افتح الشركة ومشيت فيها خطوة خطوة. تحديات بلد غريب ثقافته غير في كتير تحديات غير بيروقراطية اللي واجهت إن كان ماديا إن كان الدخول بالسوق إن كان بالماركتينج إن كان بكتير أمور. Der erste Sonderpreis. Generali the Human Safety Net Newcomer Award knüpft ein Netz für all jene, die alles Aufgaben, um mit leeren Händen ganz von vorn anzufangen. Nominiert war die MFN Architektur und Bau GmbH. Al-Najjars Bauunternehmen arbeitet nachhaltig und mit Geflüchteten, die hier in Neustadt wagen, Tendenz steigend von 1 auf 9 in 3 Jahren. السبب تبع الجائزة كان هو النخالتشكايت هي الاستدامة. الأساس إنه عم نفكر مثل ما عم نفكر أهل البلد هون. فكانت مشاريعنا أو الشغل تبعيتنا كمان نحن بننصح الزباين الاستدامة. وإجت لجنة من نيرنبرغ بعتقد وإجت لعنا وشافت البروجرام وشافت شلون عم نشتغل ورشحتنا لأخذ جائزة بمنشن وكنا مرشحين من الفئة الأولى على برلين وبعدين أخذنا المركز الثالث على كل ألمانيا بهذا النوع من التفكير المستدام. ونجاح الشركة كان هو العمالة اللي عندي يعني في عندي هلأ مثلا في 100 أرباطر ما بيشتغلوا شيء مثلا هي شغلتهم فقط يروحوا يعملوا أوز بيلدونج أو مثلا يتابعوا فايتا بيلدونج أو مايستر بتريبة وبعدين بيجوا نيبن باي بيشتغلوا عندي هلأ نحن شيء 16 أو 17 تمام كشركة وحدة لكن أنا حسب البروجكت أوقات مثلا عندي بروجكت كبير كتير بوصل لل 60 70 80 حسب البروجكت نحن بصدد انه نفتح فرع لشركتنا بالسعوديه وهلا يعني خلال 15 يوم بصير هذا الشيء ان شاء الله كمان عم نطمح لنفتح فرع بدبي ونشوف شو فينا نساوي هلا في عندنا مشروع كمان بمايوركا بجوز نفتح فرع هنيك كمان ان شاء الله يعني الطموح هو كل ما نحاول نكبر اكثر باكثر